من دمائهم وممتلكاتهم يسدد أهالي حي الوعر ضريبة الموقف. الحي المحاصر منذ أعوام لم ينحني لطلب إخلاء الحي من مقاتلي المعارضة وتسليمهم للحكومة السورية، ما جعل فاتورته مكلفة كثيرا. منذ أيام لم يتوقف القصف على الوعر الذي تمنع عنه كل المساعدات الإنسانية. القصف الممنهج غدا متماشيا مع رغبات مطلقيه بمحو الحي وأهله عن الخارطة، طالما لم يهلل لدعوات الحكومة السورية للمصالحات السابقة. أكثر من 100,000 شخص محاصرون داخل الحي، وآلاف عدة من الأطفال دون 5 عمرا غدوا مهددين أن يحرقوا بحمم القذائف أو الجوع. مناشدات مستمرة من الأهالي لإنقاذ المدنيين الذين إن لم يموتوا بالقصف سينال منهم الجوع. والله يا أخي عايشين نحن بحلم رب العالمين، يعني الله وكيلك أقسم بالله حالتنا تعبانة على الآخر. أكل ما في وشرب ما في وتجار وحصار، وشوف أنت هالوضع اللي مر علينا سيء سيء للغاية، يعني ما في نهار إلا ما عم يقصفون 20-30 صاروخ قراد. وجبة واحدة بالكاد يحصل عليها السكان داخل الحي، واستنزاف لما خبأه الأهالي من حبوب وغذاء، فلا توجد ممرات آمنة يستطيعون عبرها إدخال ما يحتاجونه، ولا توجد صوامع للقمح تم ملؤها تحسبا للسنوات العجاف. الجيش السوري، وكما يقول البعض، يسعى لقتل العدد الأكبر من القاتلين داخل الحي المقصود، تماشيا مع نظرية تقول كلما قل العدد قل اجتذاب الأنظار إلى المكان. بينما يقول آخرون إن الحكومة السورية تحاول ترقيع ثوب القوة الذي حاولت أن ترتديه في حلب وفشلت. نقص في الماء والغذاء وحتى الكهرباء، وشح في الغذاء لم يكن نقص الدواء بأفضل منه. وليس هذا فحسب، بل إن المستشفى الوحيد في الحي تم قصفه هو وزواره من الجرحى والمرضى. حياة من الجوع والخوف، وترقب لحبال إنقاذ قد لا تتمكن من خرق الحصار والوصول إلى الداخل، في انتظار المنظمات الإنسانية الدولية أن تتمكن من إيصال مساعدات للداخل، أو في انتظار حل يتفق عليه الفاعلون بالشأن السوري.